بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسوله، وبعد، يكفيكم فضلا وشرفا إخواني وأحبابي أنكم في بيت من بيوت الله، الملائكة تحفكم، الرحمة تغشاكم، السكينة تنزل عليكم، ويذكركم الله في ملأ خير من هذا الملأ. ذات مرة جاءت عائشة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ادعوا الله لي، ادعوا الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. فضحكت عائشة حتى سقطت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فسألها النبي: أسرك هذا الدعاء؟ يعني أنت فرحانة مبسوطة من هذا الدعاء؟ قالت: نعم. قال: والله إنه لدعائي لأمتي دبر كل صلاة. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. إخواني وأحبابي، سبحان الله، ربنا في القرآن الكريم يقول: وليس الذكر كالأنثى. والله عز وجل أوصى الرجل بالمرأة، ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يحرج فينا حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، وشبههن النبي بالأسيرات: هن عوان عندكم. كل واحد منا في هذه الحياة يبغى يكون سعيد في حياته الزوجية، الكبير والصغير، الذكر والأنثى، المسلم والكافر. والحياة لا تساوي أننا نعطيها أكبر من حجمها. مرة سألت أحد الناس: كيف تكون أنت سعيد؟ كيف تعالج قضاياك في بيتك؟ قال: أعطي كل مشكلة حجمها وقدرها الحقيقي. نبيكم لما يقول: يا أيها الرجال، أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقل منهم من يجاوز ذلك. الآن في الكويت أو في أي دولة عربية، غالب الذين يريدون أن يتزوجوا كم يكون أعمارهم يا جماعة؟ كم يكون أعمار الناس غالبا من 20 إلى 25 سنة، صح ولا لا؟ والرسول يقول: أعمار أمتي ما بين 60 و70 في البخاري. لما ننقص 60-70 من 20-25 سنة، كم يبقى عندنا منتصف العمر؟ 45 سنة، معي ولا لا؟ 45 سنة. الآن لو أحد منكم يبغى ينام في اليوم والليلة، طبعا اليوم والليلة عندنا 24 ساعة، لو أقل ساعات النوم المتعارف عليه عند الناس ما بين نوم الليل وتغيلة الظهر، كم غالبا؟ بمعدل 8 ساعات، صح ولا يا شيخ؟ لو أنت موظف سواء في قطاع حكومي أو خاص، وتذهب وتأتي إلى عملك، والطريق غالبا كم ساعة؟ ساعات العمل 8 ساعات. كم الآن ذهب من عند 24 ساعة؟ 16 ساعة. كم بقي؟ 8 ساعات. 8 ساعات نبغى نخليها ما بين أكل وشرب وجلوس مع الزوجة والأولاد، زيارة أصدقاء، ديوانية، مواعيد مستشفى، تسوق، وانتم كرامة، دورة مياه، مستشفى، انترنت، تلفزيون، انتهت 8 ساعات. على هذا الحسبة، هل يصل منكم عمر 70 سنة؟ ان شاء الله بعد عمر طويل، ولا ربما بعضكم يفنقش يودع قبل. هل يصل عمر 70 سنة ويعرس عمره من 20 إلى 25؟ على هذا الحسبة، تدرون كم لو نمت في اليوم 8 ساعات؟ كأنك قد نمت 15 سنة. ولو توظفت وعملت وداومت 8 ساعات في اليوم، على هذا الحسبة كأنك قد عملت 15 سنة، راحت 30 سنة، هذا عمرك 70. ترى ها، لو أنك جلست مع زوجتك وأولادك 3 ساعات يوميا 3 ساعات وانت عمرك 70، كأنك قد جلست معهم 7 سنوات. 7 سنوات، العمر قصير ولا طويل يا جماعة؟ ها، قصير. لاحظتوا كيف يا جماعة؟ 7 سنوات، هذا اللي جلس 3 ساعات يوميا، فكيف هذا اللي ما يجلس؟ وين الرجال يجلس 3 ساعات معه؟ لذلك لما نقول: ما هي عوائق الاستقرار الأسري؟ أنا أبغى أكون سعيد في بيتي، أنا أبغى أكون مرتاح في بيتي، أنا أبغى أكون. يا جماعة، المرأة
يعني هذه دراسات أقيمت، أهم ما تحتاجه منك وبناتك وبيتك يحتاجوا منك أمران اثنان لا ثالث لهما، يحتاجوا منك الأمان والاهتمام، فهما يحيون بهما، الأمان والاهتمام. الأمان مطلوب، ولذلك عائشة كانت تحرص أنها تريد أن تكون آمنة مع زوجها، تجدها يعني لما الرسول يجعلها ترى الأحباش وهم يلعبون في حراب في المسجد ويظلها بردائه وتبع رأسها عند ذقن النبي ويقول ها انتهيتي؟ هل تريدين أن ترين؟ تقول نعم أريد أن أرى. انتهيت؟ تقول لا لا، حتى شبعت تقول أصلا أنا منتهية من زمان لكن أبغى يعرف الناس مكانتي عنده، تبغى تشعر بمكانتها واهتمامها. تجدون المرأة مرات تتألم تتوجع، بس يعني أعطيكم مثال، أنتم أغلبكم متزوج لو أو المتزوج يلاحظ أبوهم مرات إذا الأطفال أتعبوا الأم أول ما يأتي بعض الأمهات تبغى تبين تبغى تلفت النظر لها وليس من أجل الأولاد، تقول الذون يا أولادك وأنا تعبت وأنا أبغى، هي ما همها الأولاد، تبغى تقولها جعل اللي فيك فيني، تبغى تسمع منك تقول الله والله ما قصرت يا مفلان، تبغى تشعر بقيمتها واهتمام، ولا هي ولا الأولاد هم أولادها يعني وش يحرقهم يذبحهم ماذا يصنع، لكن هي تريد أنك لأنها لاحظت أنك ما عدت تهتم، لأن الرجل بطبيعته يدخل ويخرج أهم شيء يأكلون يشربون ينامون الخدام موجودة الأمور يظن هذا قمة الحب والعطاء. الرجل بطبيعته وشخصيته التي خلقها الله إياه خل تصير عندنا أي مشكلة بين زوج وامرأة ماذا نقول للرجل؟ يقول يا أخي يا شيخ أنا والله ما قصرت معها والله أني أحسن أكل يأكلون ويشربوا. تلاحظون دائما يتكلم بالأمور العامة، لكن المرأة تأتي بالأمور التفصيلية والدقيقة، تقول مرة طبخت ما مدح طبخي، مرة لبست ما قال أزين لبسك، مرة يعني أشياء أنت بنظرك تظنها توافه لكنها هي عندها عظيمة ومهمة. هل تعلمون أن أعلى نسبة طلاق وللأسف الشديد في دول الخليج ترى هنا عندكم في الكويت؟ لماذا؟ لأنه للأسف الشديد للأسف عند بعض الناس صار اللامبالاة عند المرأة والإهمال عند الرجل، وأنا دائما أقول وأن إهمال الرجل أكثر لكن إهمال المرأة أخطر، إهمال الرجل أكثر لكن إهمال المرأة أخطر. لذلك من أعظم عوائق الاستقرار الأسري في بيوتنا هو الإهمال واللامبالاة من الأطراف عندما يضعون حياتهم كأنها روتين بس أهم شيء الأمور ماشية. لا يا أخي، ربما ندخل جنة عرضه السماوات من هذه الأسرة. المرء إذا صامت خمسها، صامت شهرها، حافظت فرجها، أطاعت بعلها، وصلت خمسها، أبواب الجنة الثمانية تفتح لها. والرجل إذا أطعم أهله وإذا كساهم اللقمة يا أخي هذا كوب الماء لو تسقي امرأتك تؤجر عليه. العرباض بن سارية مرة جاء لامرأتي بكوب ماء فتعجبت، قال سمعت النبي في مسند أحمد يقول أنه سلام، سمعت النبي يقول من سقى امرأته أجر أجره سقي ماء. فتخيل أنك تعطيها وتكرمها وتنظر إليها، بل الأمر أوسع من ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل إذا نظر إلى امرأته والمرأة نظرت إلى زوجها الله ينظر إليهم نظرة رحمة، وإذا وضع الرجل يده بيد زوجه الذنوب تتساقط من بين الأصابع. هذه اللمسة لا تتهاونون فيها يا جماعة. في أمريكا في بداية الستينات وجدوا أن الأطفال الذين يكونون في دور الأيتام عندما يصل عمارهم 4-5 سنوات يحدث عندهم ضمور في المخ وتصلب في الشرايين وبعضهم يمرض ويموت، وجدوا أن المشكلة تكمن أن الممرضين والممرضات إذا أرادوا أن يباشروهم لبسوا قفازات، وإذا أرادوا أن يطعموهم عن طريق الملاعق والمعقمات. مجرد ما أزحوا هذه الأمور وصارت المباشرة لهم مباشرة، سبحان الله تحسنت صحتهم وزانت أحوالهم. ولذلك ماذا يقول الله؟ يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم وإن تخالطوهم. فتخيل حتى أنس في البخاري ومسلم يقول كان النبي إذا مر على صبيان الأنصار سلم عليهم ومسح على رؤوسهم. الأمر أوسع للمرأة والزوج بينهم،
أليس حبيبكم يقول والمرأة في الجنة من هي يا رسول الله؟ قال الودود الولود العؤود التي إذا غضب عليها زوجها وضعت يدها في يده وقالت والله لا أكتحل بنوم حتى ترضى. هي تستطيع تقول آسف يا عمري والله ما عاد عودها يا قلبي وتنتهي القضية، لكن ما السر؟ وضعت يدها في يده، في سر هنا. أعطيكم مثال أكثر وضوحاً. موسى عليه السلام لما ذهب لكي يلقى ربنا كما في سورة الأعراف قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، طبعا إلى آخر الآيات. موسى استخلف على قومه أخاه هارون، لما عاد موسى وجد أن السامري أضل قوم موسى وصنع لهم عجل مذهب وقال هذا إلهكم وإله موسى من قبل فنسيا. طبعا موسى غضب وزعل وجر لحية أخيه وكيف تصنع؟ تدرون ما هي العقوبة التي عاقب الله هذا السامري الذي أضل قوم موسى؟ عاقبه عقوبة تاريخية ما مرت على البشرية منذ أن خلق الله آدم في سورة طه. ماذا يقول الله؟ اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، لا مساس. يقول ابن عباس في تفسيره أي لا يلمسك أحد ولا تلمس أحد، مثل البعير الأجرب صار يلمسه يموت وإذا لمس أحد يموت حتى مات سبحان الله. شوف اللمس، ولذلك حتى علميا الآن يعني لو تروحون محلات التجميل يقولون أن سبحان الله. أنا سألت مرة استشاري جلدية يقول بين يقول أغلب يعني في جلد الإنسان نوع من الإنزيمات وما تخرج ولا تتفاعل إلا مع اللمس سبحان الله. فلذلك نجد الرسول لما عائشة تشرب من كوب الماء يضع فاه مكان فيها، لما تتعرش العظم يضع ما فاه مكان فيها، لما حضرته المنية واشتهى سواك جاءت عائشة ومضغت السواك في فمها ولينته للنبي وأعطته إياه وتسوك وشاص فيه فاه. إذن هذه الأمور أوسع أوسع، فلا نتهاون بالقضايا العاطفية من كلمة حلوة حانية ومن لمسة دافئة ومن ابتسامة مشرقة ومن مشاعر فياضة، يعني هذه كلها سبحان الله حتى علميا يقولون تطيل في العمر، تقلل من التجاعيد، تعطي راحة نفسية. أيضا نريد أن نبتعد عن الشك، من أعظم عوائق الاستقرار، وهذا قبل الأخير لأن أنا واضع لكم أربعة ثم نختم خمس دقائق إن شاء الله. العائق الثالث قبل الأخير هو الشك، والشك إذا دخل من الباب خرج الحب والاستقرار من النافذة. الشك ومشكلة بعض الناس صورا يأتي الشك لنفسه، يعني عنده جهازين جوال، جهاز تعرف زوجته ومعروف وجهاز في درج السيارة للطوارئ، بس هذا خاص للمهمات الخاصة، ثم يقول ليش تشكون في؟ أنت اللي تجيب المصيبة لنفسك. ولا المرأة ربما يعني إذا ركبت مع زوجها تبدأ تتلفت، هي المرأة البراقة التي توزع نظرات بس، ولا يعني في أمور نحن نأتي بها لأنفسنا. ولذلك الشك يهدم البيوت ويغرق سفينة الأسرة. وفي صحيح مسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني عفوا وإبليس هندسته في الشك، يعني هذه فرصته لما يجد يعني مشكلة عند البيت. مرة الرسول في صحيح مسلم انقلب إلى بيته ونزع رداءه وثوبه ونعليه يريد أن ينام، وأثناء منتصف الليل جاءه وحي من السماء فخرج، خرج. فلما خرج غيرت حرين وشكت، لكن هذا الشك مرفوض من عائشة أم المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن علمها الرسول درس صح. غارة والغيرة موجودة عند النساء، ونريد أن نفرق بين الغيرة والشك. الغيرة نوع من أنواع الحب، لكن الغيرة إذا زادت انقلبت إلى شك مرضي، إلى شك مرضي يؤدي إلى هدم البيت ويؤدي إلى الفساد الأسرة. الرسول خرج فخرجت هرول هرولت، ركض ركضت، عاد فعادت ودخلت فراشها، ما في زي غرفنا ألوان حمراء وصفراء وخضراء، لا ظلام دامس، ونفسها يذهب ويأتي. قال يا عائشة أأنت السواد الذي رأيت منذ قليل؟ قالت ها ها. قال أخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. قالت نعم أنا. تقول فلهدني، يعني ضربني ضربة وجعتني على صدري. قال لما فعلت؟ انظروا المشكلة. قالت ظننت أنك قد ذهبت إلى بعض نسائك
هنا يأتي دور الرجل أنه يضع أركان وقواعد الاستقرار الأسري لبيته حتى ما يفتح مجال لإبليس وأعوانه. قال يا عائشة: ما كان الرسول ليحيف أو يظلم. يا عائشة الآن بدأ يبرر لها ويقنعها حتى نمشي على خطى واضحة. يا عائشة، ما كان جبريل ليدخل إليك وأنت قد نزعت ثيابك. يا عائشة، أنا ظننت أنك قد نمت. يا عائشة، التبرير الثالث: أنا كرهت أنك تستوحشي لأننا ما أعرف إلى أين ذاهب كنت. شوف ثلاث تبريرات حتى يرسخ في ذهنها أنه لا مجال للشك في قلوب الأزواج الصادقين. ثم قالت، يعني تعرفون عادة الحريم ودلعهم وتغنج عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: وماذا يريد منك جبريل؟ فنزل الرسول إلى مستواها ولاطفها، قال: هذا جبريل يأمرني أن أذهب إلى البقيع وأن أستغفر للموتى. هذا في آخر حياة الرسول. قالت: وماذا قلت لهم؟ وماذا قلت لهم؟ قال: قلت لهم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم ويرحم الله المستأخرين. ترى هذا الدعاء ترى ورد في هذا القصة. شوف له يعني هذا الآن نجده على المقابر، ترى وارد في قصة غيرة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف؟ لذلك يا جماعة نريد أن نبعد الشك ونكون واضحين. ولذلك مثلث السعادة الأسرية أنا وضح الوضوح والصراحة والحب والاحترام والكرم العاطفي باليد وباللسان. الرابع من عوائق الاستقرار الأسري هو السب والشتم والإهانة. بعض الناس الله يهديه يعني لسانه متبرئ منه، ودائما إذا لعن يلعن الجد السابع عشر، وإذا سب يعني وإذا خاصم فجر، وتجده دائما يهين المرأة ولا يراها شيء، أو العكس عند المرأة. يعني حتى من الطريف يعني ممكن تجد رجل يسب امرأة لكن امرأة تسب رجل. مرة واحد قال: يا شيخ أنا أبغى أطلق زوجتي لكن ما أبغاها تدري إني طلقتها. قلت: كيف؟ فكشف عن صدره، والله يا جماعة فوجدت أنياب عضتها مسكينة ابن الحلال في صدره. قلت: هذه ما في، هذه مو مرأة. فلذلك يا جماعة للأسف الشديد يعني السب والشتم والإهانة هذا يهدم البيوت ويضيع ويربي الأبناء على عدم الاحترام. ثم نأتي إلى مشكلة أخرى، ويأتي سبحان الله يعني 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 حتى الحب المشروط، يعني هذا أيضا من عوائق الاستقرار. الحب المشروط، ما من يعرف ماذا أقصد بالحب المشروط؟ من يعرف؟ ها، وله هدية كتابان وسجيها. من يعرف مقصود بالحب المشروط؟ الحب المشروط، ها، أنت شاب عمرك 14-15 توك عزب يعني يبغى لك شوي. ها شيخ جمعان، جمعان الحب المشروط، ها الحب المشروط الوضوح ما تجي والله. نعم شيخ، هو باختصار أوضح، الحب المشروط إني ما أعطيك شيء إلا إذا سويت شيء، ما وديك لأهلك إلا إذا فعلت كذا، ما أعطيك كذا إلا إذا سويت كذا. ترى متعب الحب المشروط، صح ولا يا جماعة؟ خاصة لما يكون بين الأزواج، وهذا مشكلة. يعني أنه إذا سويت كذا لك كذا، جميل أن يكون مرة لكن لا يكون باستمرار. هذا المقصود بالحب المشروط، لأن هذا عائق من عوائق الاستقرار الأسري. قلنا أيضا من عوائق الاستقرار الأسري، بذكر لكم على سبيل الإجمال، السب والشتم والإهانة والشك وعدم الاحترام. وأيضا أعطونا من عوائق الاستقرار الأسري يا جماعة، يلا ها أعطونا عوائق الاستقرار، أعطونا عوائق الاستقرار الأسري. الشك، ذكرنا الشك. الشيخ فهد حياك الله، الشيخ فهد يا مرحبا، شيخ فهد الحجلان داعية موفق، جميل. نحن ذكرنا بلقائنا في الأمس جماعة، ولا مانع من الإعادة حتى تتم الفائدة، أن المرأة لا تحب ثلاث رجال: لا تحب الزوج المهمل، ولا تحب الزوج الاتكالي، ولا تحب الزوج البخيل. هذه ثلاث صفات لا تحبها المرأة في الرجل. الاتكالي ما دام موجود السواق وأبونا موجود في البيت وأخونا الكبير، يعني هم يودونكم يجيبونكم يتصرفون معك، هذا الاتكالي. المهمل، المهمل يظن نفسه لا زال عايش حياة العجوبية،
فتجد الطاقية صفرة في جيبه وتجد ينام في فوق الكنبة ينام تحت، ولا تحب الزوج البخيل الذي سبحان الله إذا أعطى شيء وأتى شيء وحقق أسبوع في الموضوع إذا وجده قد انتهى. كذلك الرجل لا يحب سبعة أصناف أو ثمانية أصناف من النساء، لا يحب المرأة الونانة والأنانة والحنانة والبراقة والحداقة والشداقة. هاي شيخ تعرف البراقة والحداقة والشداقة؟ أعطونها يلا. نعم هذه الشداقة اللسانها أطول من وجهها اللي دائما تتكلم كثيرا. طيب من يعطينا هذا الشداقة والحداقة؟ من يعطينا جمال الحداقة؟ نعم شيخ أحسنت. هذه بس تبدأ الحداقة تؤدي إلى مرض اسمه مرض المقارنة، تبدأ تقارن الرجل تقارن زوجها بغيره من الرجال سواء في مظهره أو في كرمه أو في تعامله، هذه المرأة الحداقة. ولذلك المقارنة راح يأتينا أنها مشكلة بين الأزواج، ولذلك لابد أن نعرف كل صنف حتى نستطيع أن نعيش بسعادة. وأنا أنتم تعرفون يا جماعة أن مقارنة الرجل بالمرأة كل واحد الله أعطاه فكر وتصرف. يعني أعطيكم مثال، الرجل أثناء النقاش والحديث دائما تجدونه يميل إلى الإجمال يعني الاختصار والدخول في الموضوع مباشرة، لكن المرأة إذا تحدثت معك وتبغى شيء وتناقشك تدخل في 600 سازة، ها تدخل من هنا وتدخل من ما تأتي دغري في الموضوع. أثناء التفكير أنت بتتخذ قرار بكرة رايحين عمرة تجدك تصمت وتبغى تحسب وتفكر، لكن المرأة ممكن تفكر وتخطط وتطلب وتجهز الأغراض بنفس اللحظة. أثناء تعبك وارهاقك ممكن أنت ما تتكلم كلمة واحدة، لا حد يتكلمنا أنا منهك، لكن المرأة إذا تعبت تبغى تسولف زيادة، تبغى تطلع الطاقة الموجودة. شوف الفروق. أنت في مجال الحب تجد الرجل إذا حب امرأته تجدونه إيش يا جماعة، إذا حبها تجدونه يرضى فيها كما هي ولا يحب أن يغير شيء منها، يتكيف معها مباشرة، ممكن يغير فيها شيء واحد في لبسها إذا خرجوا إذا دخلوا، لكن المرأة إذا حبتك الله لا يقول سك ملك مع من أكلت مع من شربت كيف إن تبغاك ما تسافر إلا بإذنها لأنها تحب تتملك، وهذه مشكلة الحب عند المرأة. كذلك التخطيط في المستقبل عند الرجل تجدونه يخاف المستقبل ويبغى يخطط بإرادة وثبات، المرأة التخطيط في المستقبل عندها شيء أمام اهتمام ما تزوج علي تحبني تشتري لي، هذه الاهتمام أو التخطيط عند المرأة. هذه الفروقات إذا كل واحد منا أو كل واحد منا عرفها استطاع أن يتعامل مع جنس الآخر. نعود ونختم بصفات النساء البراقة والحداقة والشداقة والأنانة. الأنانة اللي نصف شنطتها أدوية، ها وأهي راسي أهي بطني أهي رجلي، فتتألم هي تظن يعني تبغى تكسب زوجها. هو جميل وهذا مطلوب وفعلته عائشة مع النبي، لكن ليس على سبيل الاستقرار. بعض النساء عندها صك مع مستشفى الأمير ومستشفى الصباح كل يوم حضر عندهم من كثر ما تعالج، عرفتوا يا جماعة؟ فلذلك صح في صحيح مسلم مرة عائشة قالت ورأسها تتألم من رأسها، لكن الرسول داعبها ولاطفها قال كيف بك لو أنك متي كان غسلتك ثم كفنتك ثم صليت عليك، قالت أجدك قد ذهبت وعرست على بعض نسائك، ثم ضحك ثم قال أنا ويا عائشة بالورأسة أنا بالورأسة، ثم مرض بعد هذا الحديث وهذا مرض موت يوم جت الحمى. حلو أنه يشتكي أحد من الآخر، هذا نوع من الاهتمام اللي ذكرناه في أول لقاء، لكن لا يكون على سبيل الدومومة. هذه إيش الونانة والأنانة. والمنانة، المنانة معروفة ها؟ تشتغل ولها راتب 500 دينار لو أعطتك شيء سجله في سجل الذكريات وسجل الزيارات وتبدأ تذكرك فيه وتذكر يوم شريت لك مصباح ويوم شريت لك طاقية وشمع، يا ساتر تتمنى أنك ما تأخذ منها شيئا،
هذه المرأة إيش؟ المنانة. هذه سبعة طبعا فيه في أشياء الأسرار وحديث الباب فيه حديث بس، لكن إن شاء الله نأخذه غدا إن شاء الله اللي هو حديث إبراهيم عليه السلام في البخاري. لكن هذه سبعة نساء لا يحبهم الرجل، كذلك ثلاث رجال لا تحبهم المرأة. على كل نسأل الله بمنه وكرمه وجوده أن يصلح حالنا وحالكم، وأن يجعل الله بيوتنا بيوت رحمة ووئام وحصون بر وحنان وسلام. وأسأل الله أن يوفق ربي كل زوجين، وأن يسر الله أمر كل عروسين، وإن شاء الله نراكم على خير غدا إن شاء الله. وصل اللهم على نبينا محمد، وجزاكم الله عني خير الجزاء.